قوائم الابتهال متقسمة لحاجتين، يا إما يكتب لك الانتماء لجماعة محصورة وتعطيل المواصلات ومش عارفة إخلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة قنابل وأسلحة وحاجات كتير كده، أو يتكتب للشباب بقى اللي هم شكلهم مش باين إنه إخوان خرقوا قانون التظاهر والتظاهر الدعوة للتظاهر بدون تصريح وإخلاف ممتلكات عامة وخاصة ولا اعتداء مش عارفة على موظفين عموميين. لما يبقى لوائح الاتهام لست معروفة، كل واحد داخل لو شكلي إخواني باخد الليستة دي، لو شكلي من الشباب الصوار باخد الليستة دي، يبقى أنت بتهين مبدأ العدالة في البلد دي وبتهين كل المؤسسات اللي قايمة عليها، أنت بتهين النيابة وبتهين القضاء وبتهين مبدأ العدالة والقانون زي ما قلت. تتهيألي إني لو عرضنا القضية للمحبوس على خلفيتها أحمد دومة وأحمد بان ومحمد عادل، بما إني يعني هي القضية اللي أنا لامسة حيثياتها، بيتهيألي لو عرضناها على أي قضاء في الدنيا هيضحك علينا وهيضحك على العدالة أو اللي بيقولوا عليها عدالة اللي بتنطبق في بلدنا. إحنا ما بنطلبش كتير وما بنطلبش حاجة صعبة، بنطلب بنساوي كل دول العالم الديمقراطية بجد المحترمة بجد اللي بتحترم مواطنيها بجد، بنطلب انه التظاهر يبقى من الافطار، دي حاجة مش صعبة ومش يعني ومش ضد القانون ولا مع الفوضى ولا زي ما الاعلام والناس القائمين على البلد دي والسلطة دي بتروج للناس اننا مش عايزين القانون واننا عايزين دولة فوضوية. اللي انتوا بتعملوه ده هو اللي بيخلق الفوضى، اللي انتوا بتعملوه ده هو اللي بيخلق معارك تانية البلد دي مش حملها، اللي انتوا بتعملوه ده هو اللي بيخلي الشباب تلجأ للشارع تاني لأنها مش لاقية أي حاجة تانية تقدر تعملها، مفيش مناص تاني للنزول للشارع. إذا كنا أو إذا كان مكتوب علينا إننا نفضل في الشارع عشان نفضل ندافع ونحتفظ بحقنا الطبيعي جدا المشروع جدا الانساني جدا ان نعبر عن معصوميتنا وننزل نعبر عن ارائنا بحريه واحنا محتفظين بسلميتنا، اذا كان مفيش حل تاني غير اننا نفضل في الشارع نتظاهر ونعتصم ويتقبض علينا لحد ما نقرب اخواتنا ولحد ما نقول لاي سلطه هتيجي البلد دي تاني ما تحاولوش تقربوا من الحق ده، لاننا ما عندناش حاجه نملكها غير حريتنا وحرية إبداء آرائنا. أرجوكم لو في لسه صوت عائل في البلد دي يفتكر كويس إنه سبب اندلاع شرارة الثورة ضد محمد مرسي كان تمسكه بإعلان دستوري باطل. إذا كنتوا لسه فيكم حد عائل موجود في السلطة دي وموجود في البلد دي، عليه إنه يراجع القانون ده ويفهم إنه الشباب مش هيتنازلوا عن حريتهم بأي ثمن، وانه اذا كان اللي جوه بالالاف فلسه في بره الاف تاني عندهم استعداد يتحبسوا، عندهم استعداد يقعدوا سنين في السجون، بس اللي جوه يخرجوا واللي بره يعيشوا الحريه والكرامه. الحريه لاحمد دومة ولاحمد نادر ولمحمد عادل ولعمر واسلام ولؤي ومهيور وحسن مصطفى، كل محبوس في القانون الظالم ده نعرفه او ما نعرفوش اسفل ما عنديش قصر بالاسماء. اتمنى يكون في حد في البلد دي لسه عاقل ويفهم انه احنا مش داخلين في معارك استعراض قوه قدام بعض، الدوله تقول اصل هبتي، هبتك في احترام مواطنينك، هبتك في انك لما تحس انك اصدرت القانون